المدنية صبيحة اليوم على الساعة 4 صباحا ببلدية تازوت حالة اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، حيث تدخلت الوحدة الثانوية حيزر، وعند الوصول تبين أن هناك ضحيتين مختنقتين يبلغان من العمر 17 سنة و 22 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى من طرف مصالح الحماية المدنية. بالإضافة إلى هذه الحالتين، سجلت مصالح الحماية المدنية منذ انطلاق موسم البرد 18 حالة اختناق. الحمد لله لم نسجل وفيات. من أجل الوقاية من خطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، يرجى تفقد فتحات التهوية داخل المنزل ومراقبة أجهزة التدفئة وسخان الماء والتأكد من قنوات صرف الدخان. وتطبيقا لبرنامج المديرية العامة للحماية المدنية في مجال الوقاية من غاز أحادي أكسيد الكربون، باشرت مديرية الحماية المدنية في إطلاق قافلة تحسيسية يوم 14 أكتوبر الفارط. هذه القافلة تجوب معظم مناطق أو جميع مناطق ولاية البويرة، خاصة تلك التي زودت بالغاز الطبيعي حديثا، وكذلك نظمنا أبواب مفتوحة على جميع وحدات الحماية المدنية، فتواصل هذه القافلة إلى غاية نهاية موسم. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.